والنهاردة وبعد وصولي للعاصمة الإسماعيلية سمعت إن في معرض الصقلي إكسبو، قلت نيجي نشوف شنو كاين في المعرض ده. قال لك كاين منتجات ما كايناش في المغرب كامل إلا في معرض الصقلي. أجو نشوف عنده إيه. بركان والخريطة بركان. انتوا بلد البرتقان بيقولوا عليكم صح؟ عندك ايه؟ اشرح لنا كده، قول لنا عندك ايه؟ عندنا الماكينة ده املو، عارف طبعا الرجالة ما بيشتروش شنط اصلا. هي الشيء بقى الحريم اللي بتشتري كل حاجة، التجميل الشعر كله الحريم، احنا الرجالة يعني خاصنا ندفع غير ندفع وبس. تشكيلة ديال الشنط، بعتوا حاجة النهارده؟ شوية بعت. شوية. تعطينا النص، تعطينا النص ديال اللي بعتيه. لا ديال برا. قولنا شيء، قولنا شيء مكلة في الشرق ما كانت تتعملش هنا في المغرب. كيران. 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 لا كيران ده في الشمال بيسموه إيه؟ محدش عارف يا جماعة، أنا بسأل المغاربة والمغاربة مش كير. لا الكيران هذا اسميته كالينتي في الشمال. هو الكالنتي. والله ما اعرف يا اخوي، مش هو الكالنتي، الكيران غير الكالنتي، يبقى الكيران غير الكالنتي يا جماعه. المهم ان وجده مشهوره بالكيران، لازم نروح وجده ونزورهم ونشتري من عندهم وندوق الكيران تبعهم. شد انتباهي ريحه، وانا يعني كان شم بتاعت، لا كان شم يعني لما تكون في ريحه نفاذه كان حس بيها وكان شمها. هذه واحد الماركه، واحد لاماك ديالنا ديال العطور اللي سميتها عطور عمران. هاد العطور كتخدموا بها، عندنا دي زيكستري دو بارفان، يعني التركيز ديال الزيت العطريه مقارنه مع الكحول والمستلزمات. 5 ب 150 درهم، يعني عندك 100 درهم خصم. الناس بقى اللي بتهتم جدا بالعبايات بقى الخليجي والحاجات بقى الدلع، واسم البوتيك بقى بالفرنسي يا جماعه وسامحونا معلش، هو اسمه ادوغن بوتيك. أدغن ما عرفش إيه اللي دغنه، بس هي كلمة فرنسي أكيد يعني، فما عرف. ده بقى الناس كلها تهتم بالسعر أول حاجة صح؟ هادو 500 درهم. هاديك اللي كانت عندك 650 درهم. هاو مستوردة من أندونيسيا. أندونيسيا هات. وإندونيسيا كمان وصلت عندنا هنا. لا كل شيء عندنا إن شاء الله. وما سليناش اللبس، ولقينا لك الفولار كمان، الناس اللي بتلبس الفولار موجود في المعرض برضه. احنا النهارده في مهرجان تحطيم الاسعار، هتحطمي معانا ولا مش هتحطمي؟ هتحطمي. مرحبا. عندي الشيران ابتداء من 40 درهم و 50 درهم، هالديجرادي 100 درهم. واكيد برضه ما نسيناكوش في الاكسسوار، ولكن منين وفين؟ من عند هميزات غنيمه. تعالوا نشوف هل هي هميزات بجد ولا غير مسمى؟ لا هميزات، مرحبا والف مرحبا. الا قلنا هميزات قلنا الجوده وقلنا الثمن المناسب. غادي نبداو بهذا الخويسمات ديال المارياج ديال واحد، هادو غير 40 درهم، كاينين هادو 80 درهم، ولكن راه موديلات واعرين فنين. ها نتوما الحجر راه ما كيطير ما والو. مرحبا بكم عند بشراكم. عندنا عطور، عندنا الديب ديال الاوريجينال، كاينه ماي بربوري، وكاينه فالنتينو، وعندنا مزيل العرق. عندنا مزيل عرق طبيعي مصوب بالورد والمسك، وفيه 0% الكول، الومنيوم، بارابين، اي حاجه خايبه ما تلقاوهاش في هذا لو برودوي هذا. عند بيو ايدج عند الاستاذه هاجر. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ومرحبا بكم عند بيو ايدج، اللي هي واحد لا مارك 100% ماروكان، كوبيراتيف كاينه في الصويره. لا باز انيسيال ديالنا هي ارغان كفلاحه، كبرودوي، كمنتجات. فيها دي قماش، دي ماسك، دي صابون، زويتات، دي كريم، فيها اوسي لا بروتي نوتريسيون. طبعا انتوا فاهمين، انا مش فاهم والو لان نص الكلام فرنساوي، فاهم حاجه تكونوا انتوا فاهمين. فعندنا الكوتي الثانيه اللي فيها نوتريسيون، من بعد ما كنصنعوا لي قماش، لي كريم، لي صابون، نزيد لي الاولى. صحراوي انتم، الصحراء احلى صحراء مغربيه واحلى ناس ديال الصحراء، تحياتنا ليكم. قولي لنا عندكم ايه بقى، ايه الحاجه اميز حاجه عندكم؟ اميز حاجه معروفين بنيلة الصحراويه، هذه هي النيلة الصحراويه، هي حاجه اللي كانت تميزوا بها احنا. دي النيلة بتعمل ايه؟ النيلة دي شوفوا يا جماعه، سبحان الله، شكل غريب، شكلها عجيب، سبحان الله. النيلة دي بتعمل يعني، هي النيلة دي جايه من كلمه نيل ولا جايه من ايه؟ حجرة سميتها النيلة. والتفتيح البشرة وتصبغات نتاع الشمس مصايبين بها الكريم، كاين الناس اللي ما كتعرفش انها طيبة. توت يا جماعة تبارك الله ما شاء الله، كلها من خيال الطبيعة.
طبيعه 100%. بتدور بقى على تخس ويقول لك انت غليظ، ويقعدوا يعايروا فيكي في الجروب ويقولوا لك يا غليظه وما تنزليش تصورك. اجي تشوفي الحل، الحل عندنا هنا. ده خلي تفاحه يا جماعه عن تجربه واحد موجود معانا دلوقتي ولكن هو ما بغاش يظهر، خس عليه 20 كيلو في سنه. ملي كنقولوا ميدلت، راه ميدلت هي عاصمه التفاح في المغرب. طبعا ميدلت هي عاصمه التفاح في المغرب. زياده على خل التفاح عندنا اشياء ثانيه. الحمد لله 400 في المغرب لنا 18 سنه. مجموعه دكاتره صيادله موجودين هم اللي بيعملوا التركيبات دي، وهم متخصصين في التركيبات الدوائيه والتجميليه. ده ماسك المورينجا مع سبيرولينا مع حب رشاد مع فيتامين ا بي تروا بي 5 بانسينول فيتامين اي، بيعمل سوان فيزاج عميق، بيعمل تفتيح للبشره،